سوارة معنا بالبيت؟ لا، هي راحت على الجامعة. على الجامعة؟ بس لسه كتير بكير. يا حبيبة قلبي، ليلة مبارح هي ما تعشت، واليوم الصبح راحت بلا فطور. ها؟ ايه؟ بس ما تكون ضايقتيها بشي كلمة. حكيتي معها شي؟ لا ماما. لكن شو تخانقتوا يعني؟ اشربي الشاي، خدي. ماما، أنا بدي حاكيكي بشغلة. بس أنا مو جاي على بالي أحكي معك. رجاءً استني، رجاءً لا تعملي هيك، ما بيصير تضلي تهربي مني وما تسمعيني. رجاءً اسمعيني بس هالمرة، بعدك بعدها إني ما عاد أزعجك بنوب. راجيني، لا توافقي على الجوازة، صدقيني هذا الشاب رح يضيع لك حياتك كلها. سوارة، أنتي تجاوزتي حدودك كتير، مو من حقك تقولي لي لا توافقي. بعدين هاي حياتي أنا، وممنوع تتدخلي بقراراتي، مفهوم؟ وبعدين أنا ما بسمح لك تحكي بهاي الطريقة عنه، لأنه هو بيكون خطيبي. راجيني لو سمحتي، بس ما عاد بدي اسمع منك شي. راجيني. لا 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 لا، أنا مستحيل إني يروح من هون أبدا. لا بقى تفتحي معي هذا الموضوع بنتي. ماما، أنت ليش مانك عم تحاولي تفهمي علي شوي؟ إيه؟ شو عم يصير معك؟ أنا بعرفك قوية وما بيهمك أي حدا، واثقة بحالك. ليش بدك يانا نروح من هون؟ نحنا ما غلطنا بشي لحتى نهرب، لهيك نحنا رح نبقى. بعدين هدي اللي رح تعمليه لسوارة، بدل ما تواجهي مشاكلك تديري ظهرك وتهربي منها؟ وعيلة الشراشيح، إذا نحنا رحنا رح يبلشوا يحكوا علينا إنه نحنا غلطانين ولهيك هربنا، بس نحنا مالنا غلطانين بشي ورح نبقى ببيتنا. هالموضوع انتهينا منه خلاص. ماما بترجاكي تفكري. فكر بشو؟ شايفة القصة بتستاهل؟ أصلا أنتي شو صار معك حتى هيك فجأة قررتي إنه بدك تروحي؟ يلا يلا احكي لشوف. ها؟ شو؟ أنتي وعدتيني إنه ما تخبي عني شي. شوفي، احكي لشوف. يلا احكي لي هلا شو صار، بس ما تكوني بدك تروحي بسبب هذا يلي اسمه شيخار. لك ليش ساكتة؟ احكي بسرعة يلا. لا ماما، شيخار ما له علاقة، أنا بس وجعني رأسي كتير من كتر المشاكل والخناقات. ليك اسمعيني منيح يا بنت، أمك ما أنا وحدة غبية، أنا من هون ماني متحركة، أنا رح أبقى ببيتي وما رح أطلع منه. إن عجبك ولا ما عجبك، فهمتي؟ ماما سكتي، ما بدي اسمع. ليش هيك انتو عنيدين ومو قبلانين تسمعوني بنوم؟ راجيني انخطبت قدامك وانت ما عملت اي شيء. انا مو طالع بايدي شيء، ومالي رضيان عن كل هاي الخطبه. يلا سوارة. اذا بتتدخلي مره تانية بقصه هديك العيله، رح اخذك وروح لمكان بعيد كتير. سوارة، انتي تجاوزتي حدودك كتير، مو من حقك تقولي لي لا توافقي. يا ويلي شبك، ليكي ايدك مجروحة وعم يطلع منها دم، شو مو حاسة يعني؟ هيك جرح ما بيوجعني ولا بيضايقني أبداً.
لأنه هو جرح بسيط، بس جروح القلب ممكن إنها تشفى شي، لأنه لما إنسان بيجرح لك قلبك بده سنين لحتى يطيب، ويلي بيخلي الواحد يستغرب إنه في ناس ما بيحسوا بغلطهم أبداً. راجيني، في شاب بده ياكي، اسمه كان لاكشي. لاكشي؟ ايه. أهلين أمي، أنا هلأ بكلية الموسيقى، بدي شوف سيتارماتي، رفيقي يلي بيعزف كمان، وراجيني خطيبتي يلي مجبور فيها. مرحبا. ليكي شوفي، حلو الخاتم؟ انت عطيتيني اياه. انا قلت مرحبا. اهلين. بعتذر لانه اجيت بلا موعد، بس نحن امبارح ما صح لنا وقت لنحكي، لهيك قلت لحالي بجي وبنحكي هون شوي. وهلا خلينا نلاقي مكان ظريف نقعد فيه. يلا تعالي. ظريف المكان، يعني فينا نقعد نحكي لحالنا. بعتذر منك، حابب أحكي معك بموضوع، هو بخصوص الشيء يلي صار مبارح. أنت ما بتعرفيني منيح، أكيد هلأ أنت بلشتي تبني أحلام علي، ولهيك أنا رح حاول أتغير، وبوعدك أني صير أحمل مسؤولية. أنا بدي بلش أتغير كرمالك أنت، وبوعدك أني رح كون الزوج يلي بتتمني. كانت حياتي مختلفة وتصرفاتي كانت ما تعجب أهلي، صرت بتعرفي مزبوط كيف بيفكروا أهلي، يعني بابا تحديداً. لهيك أنا بصراحة اليوم محيت أرقام رفقاتي كلياتهم من عندي، لأنه هنين صاروا من الماضي خلاص، وأنت صرتي مستقبلي وأنت اللي بتهميني، وبتمنى تكوني مبسوطة لهذا الشيء. وإذا أنت حابة تعرفي أي شيء عني اسأليني، ما عندي مانع. رجيني، شو لساتك معصبة مني؟ شو حابة تقولي شيء؟ يعني إذا عم تفكري بشيء قولي هلا، أحكي كل اللي ببالك. أنا بصراحة ما بدي أقول شيء أبدا، ويلي صار معنا من كم يوم أنا نسيته تماما، لأنه كل شيء صار بوقتها بعتبره مضى، وما بدي إنك أنت تعتذر. عن جد؟ شو إنك ظريفة؟ انبسطت بشوفتك. باي. أو يلا بخاطرك. باي. لاكشي، ايه
باي. ليكي راجيني، لا تخبري حدا من بيتك إنه أنا شفتك اليوم، يعني بتعرفي مو حلوة كترة الحكي. باي. فيكي أنسبوس. شو اجيت اليوم تكذب على راجيني؟ ليك بتعرف شو؟ انت واحد غبي وما في منك فايدة بنوم. بتعرف لاكشي انت شو بتشبه؟ بتشبه دنب الكلب اللي بيضل أعوج، ومستحيل انك عم تقلي لي دنب الكلب أعوج. ما شو هالعبارات السوقية هي؟ عيب عليك تحكي هيك، بس لأني أنا محترم ومزوق بقول لك شكرا. سوارة، شو هذا اللي عملتي؟ معقولة هيك بتأذي حالك؟ انتبهي على حالك، لأنه شكلك رح تصيري مريضة، ومريضة يعني ضعيفة، وأنا ما بحب واجه أبداً حدا ضعيف. ليش بدك تأذي راجيني؟ صححي معلوماتك وفهمي، مو أنا، راجيني هي اللي بدها تتزوجني، ولأنها كتير مصرة أنا وافقت، وهالشي كمان لأنه أخلاقي عالية. بتمنى تكوني فهمتي علي. يلي أنت عملتيه مبارح ما كان حلو بحقك أبداً، بس بدي إلك برافو عليك. صح أنا متمني يجي حدا ويفضحني، بس مو هيك. يعني كل كلامك مبارح ما فادني بأي شيء، ولا فادك حتى، لأنه بعد كل شيء عرفوه عني ضلوا مصرين يخطبوني بنتهم. والغريب أكتر أنه البنت ما فتحت تمها بحرف وسامحتني على اللي عملته. وعلى قولة جدة العظيم، إذا العيلتين كانوا متفقين الأولاد أكيد رح يكونوا متفقين، والشي اللي عم يقوله هو صح. ولما شفته واثق بحاله قلت خلاص يا ولد، بتجوزها لهالبنت وما بتقلع من البيت، لأني إذا ما قبلت أتجوزها رح نحرم من الورثة ومن كل شي كمان. أنت بتقبل يصير فيني هيك؟ ولكون صريح معك، حياة راجيني رح تنتهي بهالجوازة. الحق مانو علي بالمرة، لأنه راجيني متعودة إنها تعيش هي هالحياة، ومو ذنبي إنها هي غبية. أنت كان معك حق لما قلتي إنه أنا ما رح أتغير، ورح ضل عصفور طيار وما في شي بالحياة بيربطني. وكمان رح ساوي اللي بحبه. وبعدين أنت خلص استرخي، لسه عملتي لي حالك مصلحة اجتماعية ونفسية، وليكي لا تتدخلي بشي ما بخصك بنوب، خليكي بعيدة عني، أحسن لك وأحسن للكل، مفهوم؟ هاي نصيحة مني إليك. باي. شو قال لك شي؟ سمعت كل شي حكا. شو رح نعمل هلأ؟ انت اجيت تشوف راجيني مو هيك؟ هي هلأ جوا بالصف. لا أبداً، أنا مو جاي أشوف راجيني، أنا اجيت لحتى أشوفك انت ونكمل كلام مبارح، بس نحن ما فينا نحكي هون، تعالي.
هي ستي. ألو؟ أهلين ستي. وينك أنت يا بنتي؟ ليش ما عم تردي على تليفونك؟ لأنه ستي أنا كنت بالتدريب. بنتي اسمعي، أنا عم أتصل لقلك شغلة مهمة. ما في داعي أنك تخبري حدا بقصة خطبتك هلأ، ماشي؟ يعني أنا مشان ما حدا يصيبك بالعين يا حبيبتي، وخصوصي هي بنت البنت. قالي بتضلها قريبة منك، وأنا خايفة عليكي منها كتير. طيب ماشي. لهيك أنا دقيت لك يا بنتي، بس مشان نبهك أنه تديري بالك. وكمان خليكي بعيدة عن سوارة. حاضر. وأمي كمان لما تكون متضايقة كتير بتجي وبتتمشى هون. ايه بعرف هالشي. أنا آسف. على شو آسف عمي؟ لأنه هداك اليوم بدون ما أوعى على حالي ضربتك. أنا عن جد آسف كتير. مو مشكلة عمي، بعدين أنت اعتذرت من قبل. بس هذا غلط كبير بحقك ولازم ضل اعتذر. ما كان قصدي إني أضربك. هذا هو سبب جيتك لهون؟ لا، جيت لأنه مبارح قلتي لي إنك مستعدة تساعديني لحتى حل مشكلة راجيني، وأنا جاي أسألك إذا لساعتك عند وعدك رح تساعديني. ما إذا بتتدخلي مرة تانية بقصة هديك العيلة رح أخذك وروح لمكان بعيد كتير. عمي أنا لحد مبارح كنت حابة ساعدك، بس هلأ هالشي مستحيل، لأنه أمي طلبت مني ما أتدخل وقالت لي إذا تدخلت رح تاخدني على مكان بعيد. صدقني كتير كنت حابة ساعدك بهالموضوع. أنا آسفة. مو مشكلة، لا تتضايقي. بس عمي بترجاك تتصرف بهي القصة، لأنه صدقني إذا راجيني تجوزته لهالشاب حياته رح تنتهي. خلص أنت لا تاكلي هم، أنا رح حاول إني لاقي حل تاني. عمي أنا لازم روح، وبعتذر مرة تانية لأني ما حقدر ساعدك أبدا. ضربتها قدام الكل. هالبنت هي مانا بلا أب، عم تفهم؟ أبوها عايش واقف قدامي هلأ. سوارة بنتك شيخار. سوارة شو ما كان صاير فهو غلط كبير، بعتذر. إذا بتتدخلي مرة تانية بقصة هديك العيلة رح أخذك وروح لمكان بعيد كتير. لا، جيت لأنه مبارح قلتي لي إنك مستعدة تساعديني لحل مشكلة راجيني، وأنا جاي أسألك هلأ إذا لساعتك عند وعدك رح تساعديني. ما سونا سونا من كاغن دوندي پائل کی وہ چھن چھن سرگم ڈھونڈے گیت تیرے ہمدم من میں شام ہو یا سویرا لگا تیری ہی یادوں کا ڈیرا
तूने बंधन क्यों ये तोड़ा तूने काहे को मुंह मोड़ा कहो ना कहो ना कहो ना भूल भूल भवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद बाग में पपीहा बोले पीहू 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 कहाँ ما رح خليك تروحي من هون وانت بصفتك شو عم تتدخل بحياتي انا وبنتي وامي منروح لوين ما بدنا فهمت بس هي بنتي انا كمان عن جد هلأ تذكرت انها بنتك بعد 20 سنة بس انا ما كنت بعرف قليلي كيف بدي اعرف انه انا عندي بنت منك شرميزة بس انت بتعرف شو عملت معي وبوقتها كنت بتعرف عني كل شي مو؟ ومع هيك تركتني ورحت رحت بلا ما تسأل ولهيك أنا اضطريت خبي عنك حتى لو خبرتك أنا واثقة أنك ما كنت رح تعمل شي ولا رح تبقى معي أنا كنت سلايتك وبس أنا كنت مجبور أعمل يلي عملته لأني كنت ضعيف وما إلي أي كلمة أبدا هذا الشي انفرض علي وبعرف اني غلطت بحقك بترجاك لا تعمل هيك خلص كرمالي اهدى لا تعمل هيك بابا بترجاك خلص اهدى لا تعمل هيك بحالك لو سمحت بابا روق شوي ساتك مصر تتجوز هديك البنت ها ليش ساكت وما عم ترد علي ليش خلص شي خار قل له لابوك انه ما راح تتزوج هديك البنت يلا معه بابا راح اعمل يلي بدك اياه بس بترجاك ترك المسدس من ايدك لكن هلا احلف بحياتي وبحياه امك انه من يوم ورايح ما عاد تشوفها لهالبنت ولا حتى تحاكيها بالمره ولا تساعدها باي شيء خلص بحلف لك انا ما عاد اشوفها امي انا بصراحه ما بحبها كل هالشي صار معك طيب ليش ما خبرتني بوقت انا ما كنت قدران لانه ابي حلفني تخيلي كان رح يقتل حاله كرمال كوني بعيد عنك وما حاكيكي لهيك اضطريت بعيد عنك ما ترك لي مجال اتصرف ابدا ما قدرت خلي ابي يخسر حياته بسببي وحياتي انا ما فكرت بحياتي كيف رح تكون من بعدك طبعا فكرت وبعرف لما تركتك خربت لك حياتك كلياتها حاجه نحكي بالماضي لانه ما عاد يفيدنا بشي وما عاد مهم اصلا وما رح يجينا منه غير وجع الراس مثل ما بدك أنا ما رح أحكي بالماضي بس رجاء اسمحي لسوارة أنه تساعد بنتي مستقبل راجيني هلأ بإيديها خليها تساعدني أنا مستحيل أني اسمح بهذا الشي فهمت؟ مو ناقصني لسه مشاكل من وراكن ولا تدخل بنتي بمشاكلكن رجاء أنا واثق أنه أنت ما بيهون عليك تدمري حياة بنتي وأنت بتقدري أنه تساعديها بترجاكي أنه توافقي بقى؟ قلي ليش لحتى وافق؟ ومين سوارة بالنسبة إلك؟ سوارة بتكون بنتي وبعرف انه انت جواتك بدك انه تساعدها لبنتي وبعرف طيبتك كتير لهيك انا عم بطلب منك واثق انك ما رح ترفضي طلبي انت قلبك طيب ومستحيل تقسي علينا او على الاقل على بنتي راجيني بس اسمعيني انا حياتي لبنتي كلها ممكن تتدمر اذا جوزته لهذاك الشاب وما حدا رح يقدر انه يساعدني الا سوارة انا عم بترجاكي تنقذي حياتها لبنتي رجاءً وافقي بقى لو سمحتي حبيبتي آسف شرميزة طيب بس إذا حدا ممكن يأذي بنتي ما رح سامحك بنوب شكراً لا تخافي على سوارة أنا ما رح خلي حدا يأذي بنتي أبداً لسه من كم يوم كنت عم تقلي كذابة وما كنت مصدق إنها بنتك كيف اليوم صارت فجأة بنتك قول لأنه هي في شي بعيونها عيونها مثل عيونك صحيح عيونها مثل عيوني أما باقي الشغلات إلك أنت شكراً شرميزة
يا ترى سوارة بتعرف إنه أنا أبوها؟ ليش عم تسألني إلي؟ روح أحكي معها هي وأعرف منها. أنا لا تسألني عن أي شيء. يعني هي بتعرف هالشي؟ بس يا ترى سوارة هلأ بتعرف إني أبوها؟ ليش عم تسألني إلي؟ روح أنت حكي معها واسألها إذا بتعرف أو لا. يعني هي بتعرف ما؟ أنا أجيت لأنه مبارح قلتيلي إنك مستعدة تساعديني لحل مشكلة راجيني، ولهيك حابب أعرف إذا لساعتك عن وعدك لإلي ورح تساعديني. شو صار؟ إيه جاية؟ ألو؟ ألو سوارة؟ عمي هذا أنت؟ بنتي ليكي، أنا حكيت مع أمك بموضوعنا وهي ردت إنك تساعديني. عن جد؟ إيه بنتي طبعاً عن جد، وإذا بدك تتأكدي من حكي روحي أنت واسأليها. لا لا ما في داعي إني أسأل عمي، لأني كنت واثقة إنه ما رحت مانع، لأنه مبارح شفت الشهاب وقت مري بالسما وطلبت منه هالشي إنه يخليها توافق، وعرفت إنه هو حيلبيني. آسفة أنا بحكي كتير ما؟ لا ولا يهمك. وهلا هاتي لشوف شو هي الخطة. عمو أنا عندي خطة ممتازة رح بلش فيها من بكرة الصبح، لأنه عمي ليك بعد إذنك منكمل حكينا بعدين. أنا لازم أشوي جاجة، لأنه إذا ما عملت أكيد ستي حتشويني بدالة وتتعشاني. ماشي أنا رح سكر هلا، باي. يا قدير شو هالبنت يلي ما بتعرف تعمل شيء أبدا. لا ستي ما عملت شيء. هاي ليكي أنا عم جيب لك قطرميز المخلل، هذا اللي بدك يا ما؟ ستي تعي شوفي المخلل شكله بده كاب لأنه ريحته بتقتل. شو هالحكي هاد؟ لك المخلل كل ما عتق بيصير أطيب من التازة. تعي تعي تعي. لسه بده كاب؟ لا ستي بالفعل طعمته كتير طيبة. ما هذا اللي عم قلك يا، وحتى انه كل شي بهاي الحياة مثل المخلل. يعني اللي قصدي اقوله ببساطة انه الشغلات القديمة بتضل احسن واطيب من الجديدة. وهالشي بينطبق على العلاقات القديمة. مثل ماما وعمي شيخار. ها؟ شو قلتي؟ ولا شي، بس أنا حابة أعترف لك إنه أنت أكتر وحدة بتعرف تعمل مخلل. صحيح، مين يلي اتصل فيكي؟ كيفك؟ أنا سلفتك بارينتي، حبيت اتصل وسلم عليكي. أهلين أختي. شوفي راجيني، فيكي من هلأ تنادي لي سلفتي، مو مشكلة، وأنا هلأ معك أوترا. وصحيح أنا بكون بنت حماكي، بس أنا بضل أصغر منك، فإذا بدك تناديني باسمي أو بأي اسم تاني ما عندي مانع. ماشي، مرحبا أوترا. أي هيك كتير حلو. بالمناسبة أختي، أخي كان بده يعرف إذا أنتي كان في ببالك شي موديل معين للصيغة لنجيب لك ياها. لا 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 أنا ما في شي ببالي، عزوكم مو قصة. شو هالحكي هاد؟ أنت كتير مسالمة. طيب قلي لي لشوف، بتحبي أنا جبلك إياها على زوقي ولا على زوق أخي؟ أنا ما عندي مشكلة، أنت ويا زوقكم حلو. لا بدك تختاري هلأ، بدك تقلي لي وفوراً بدك صيغة على زوقي ولا على زوق أخي؟ لك شو هالحكي؟
شكلك رح تستغلي هالمعترة من أولتها. خلص تركيها بقى. راجيني فكري وزنيها بعقلك. إذا أنا جبت لك الصيغة تبعك عزوقي فما حد رح يسترجي يقرب منك، وحتكوني خط أحمر قدام الكل كمان، وأنا طبعاً رح كون واقفة بظهرك. أما إذا كانت عزوق أخي فبصراحة ما حد رح يحميكي بهالبيت. يا مشاغبة هاتي التليفون. اختي لو سمحتي بس شوي. استنينا قالي خليني كمان. هاتي بسرعة. ليكي اختي شفتولي إسوارتي شي؟ تعال أخي واحكي مع عروستك واسألها على الإسوارة، بركي هي بتعرف وينها. ألو؟ يلا حبيبتي امشي نكمل بالمطبخ ونخلي العرسان الجداد يحكوا براحتهم، لأن بتعرفي أخي وعروسته لسه لهلأ ما حكوا مع بعضهم مثل أي خطيبين. يلا يلا تعي. مرحبا راجيني. كيفك؟ شوفي أنا عندي شغل ولازم روح فورا، مشان هيك بدي أقلك بعدين. ليك شو هاد؟ شو صار لك فجأة تبلكمت وما عاد عرفت تحكي؟ ليك صراحة فكرت إنه بس تسمع صوت خطيبتك رح تنبسط، بس يا حرام تلبكت وشكلك نزلت شي كليين. خد بدك تعوضهم؟ ايه راجيني بتعرفي؟ انتي لازم تجي لعنا بأسرع وقت، يعني كل التجهيزات للعرس عم تصير بسرعة وحتى كل أهل البيت متحمسين لجيتك، وأنا بظن كمان إنه أنتي ناطرة مثلنا. أنا ناطرة حياتي الجديدة وحابة إنها تبلش من هاي اللحظة وانتقل على بيت زوجي. وينادولي المدام لاكشي ماهيشواري. ايه بس انتي ليش رحتي لحالك؟ انا كان لازم يكون عندي علم مشان روح معك. عمي لو انك اجيت كانوا الكل عرفوكن. يعني على اساس انتي ما رح يعرفوكي؟ شو هالحجه اللي مرضع مسواره؟ لا لا تخاف ما حدا حيعرفني عمي، انا خبيت وشي وغيرت لبسي. طيب وهلا شو؟ عمي انا ناطره لك شي قدام مكتبه. هو رح يطلع بس يخلص، وانا واثقه انه هو رح يمثل انه صار منيح ومؤدب. بس لا تاكل هم لانه انا ليكي هي مخاطرة. خلص تركي وارجعي. لا عمي ما رح اتراجع لخلص كل الشغل اللي اجيت مشانه. عمي انا هلا ماشي ورا سيارة لكشي ورح خبرك كل شيء اول باول. يلا باي. سوارة اسمعيني بنتي، اتصلي فيني كل تلت ساعة ماشي؟ عمي لا تخاف أنا كل عشر دقايق بخبرك شو صار معي ماشي؟ ليكي أنا عم بحكي مشان أطمن عليكي مو بس لأعرف شو صار معك، فإذا تعرضتي لأي شيء خبريني فورا وقتها رح أجي لعندك. طيب ولو سمحتي انتبهي على حالك. إيه خلص لا تاكل همي. طيب بنتي موفقة.
فعلا دنب الكلب بيضل اعوج لو حطوه بقالب. شي طلع مع بنت تانية جاي عبالي اقتله بأرضه واشرب من دمه. لا تجني وتعملي شي تندمي عليه. فهمتي شو؟ ما عليك غير ترقبيه وتضلي وراه. ماشي عمي، يلا منحكي بعدين، خليني إلحقهم. باي. مرحبا عمي. تعرف شغلة؟ هذا الشاب الصايع ما بيستاهل راجيني، يعني أنا بعرفه على حقيقته، واحد وزخ. بس صدقني عمي، أنا عم بحكي هيك لأني بعتبر راجيني أختي. لك مو معقول أبداً، لأمتى بدهم يضلوا يتفتلوا؟ عمي بحكي معك بعدين، ماشي؟ باي. ما عليك تورجيني هالخاتم هاد؟ اجا هو وهديك البنت على محل الذهب واشترى لها طوق ذهب كتير غالي. يسلموا. ولو نلتقى المساء بالحفلة؟ الساعة 9، لا تأخر علي. طبعا. باي. وأنا كمان حضل عم بستناك هون للمساء حتى رحب فيك سيد لاكشي. فيني اتحمل، انا لازم روح خبر ابوه بكل شيء وورجيها الوساخه بعينه، لانه مو معقول يستغبي الكل بهالشكل. لا عمي، نحن ما معنا ادله كافيه، لساتنا باول يوم هلا، ونحن لازم نجيب ادله اقوى من هيك مشان ما حدا يقدر يحكي اي حرف ويجبر راجيني على الزواج من لكشي. لك بنتي شو بدك دليل اكثر من هذا؟ لسه هذا ما بيعمل شيء بابا. قصدي عمي انه انت لسه ما معك ادله قويه لا تروح تواجه فيها ابو. بكل الاحوال اذا انت شايف انه بكفي فمو مشكله، بعطيك الفيديو وانت بتروح بتورجيه للعيله ولابو وبعدها بتتصرف. وهي انا رح ابعت لك الفيديو بس شوي. عمي انا بعثت لك اياه وصار عندك هلا،
يلا أنا لازم روح. سوارة؟ شو القصة عمي؟ شو الفيديو ما وصلك؟ خلص حأبعته مرة تانية، بس غريبة لأنه عندي مبين أنه راح وصلك بس ثانية. لا بنتي، أنا كان بدي حاكيكي بغير موضوع، في تفاصيل لازم أوضح لك إياها. مو مشكلة، بنبقى بنحكي بعدين عمي. شو يعني بعدين؟ ليش أنت بتعرفي عن شو بدي أحكي أنا؟ لا لا، أنا ما بعرف شو هو الموضوع اللي بدك تحاكيني عنه، بس أنا متأكدة إنه شو ما كان فهو ما رح يكون أهم من قصة لكشي وراجيني. بس سوارة، الشي اللي عم تعمليه لتساعدي راجيني بتخليني ما أعرف كيف بدي أتشكرك عليه. صدقيني عمي، إذا بتريد ما في داعي تشكرني وتخجلني بهالحكي. ليش لا تخجلي سوارة؟ أنا مو بس بشكرك، أنا كمان بوعدك إنه شو ما طلبتي مني بكل حياتك رح أعمل لك إياه بدون أي تفكير وبدون ما أعرضك فيه كمان. طيب، بس اليوم ما رح أطلب شيء، لأنه اليوم هدفنا الأساسي هو إنه نمنع جوازة لكشي من راجيني. أنا لازم أروح. وقف هالمسخرة شيخار. لا لسه كمان شوي، لأنه لازم بنتي راجيني تشوف هالشي بعينها. أنا قلت لكم إنه هذا الولد ما بيناسبنا، هو عم يمثل علينا وعلى أبوه مو أكتر. شو هالحكي هاد؟ أبي، أنا قلت لك شيخار إنه توقف هالمسخرة بقى. يلا اطلب تاكسي وهات موبايلك وامشي. يلا ماما، تعي شوفي هالفيديو وبس تشوفي حتعرفي على حقيقته وتتأكدي انه حقير. يلا طلعي. سوارة، بشو عم تحاولي تقنعي امك يا ترى؟ ورجيني لشوف. لا لا، ولا شي ولا شي؟ كأنه صايرة كتير عم تخبي عني. لا ستي، يعني مثلاً نحن شو خبينا عنك لحد هلأ؟ بالمناسبة شو لوين رايحة؟ ليش لابسة؟ فرجيني. هاتي. سوارة، قولي قردة، قليلي من وين جبتي هالفيديو؟ أنا صورتك يا وأنتي نايمة يا ستي، شايفة شو طالعة كربوجي؟ لك لازمك كف عوشي. تعي سكر الباب وراي، أنا رايحة شوي لعند الجيران. طيب ماما، خدي شوفي. We'll be right back.
الصبايا إذا بتريدوا، خدوا أمي وروحوا من هون. تعالي أمي. سيد دورجا براساد، أنا قبلت بهذا الارتباط بناء على وعد منك، بس الواضح إنه ما تغير شيء. بابا أنا قلت لك من الأول إنه هي العيلة ما بتناسبنا، وأنا بصراحة بعد كل هذا الشيء اللي صار مستحيل أعطيهم بنتي. لاكشي لاكشي، تعال. ابنك مو بالبيت، هو برا عنده حفلة. شو قصدك بهالحكي؟ لا 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 عمي استنى، أنا وياه سهرنا مبارح وما حلو يمل، أكيد هلأ بيكون تعب ونام. إيه أخي أكيد هو بيكون هلأ نايم فوق بغرفته. بعد إذنك أخي، بيكون أفضل إذا بتطلع بتتفقد الوضع لحالك. انت رح تضلك هون، ودارش انت رح تيجي معي لنشوف. شو سيد دورجا كمان هالمرة مالك مصدق وبدك تعرف مصدر الفيديو؟ لا انا ما بدي منك هلأ غير انك تاخذني لعند ابني. تفضل. يلا ماما رح جيب الغسيل وانزل. راجيني شكلها هي كمان شافت الفيديو. راجيني أنا كتير آسفة، بس الحقيقة أنه لك شي واحد. وليش عم تعتذري هلأ يا سارة؟ أنتي لازم تنبسطي هلأ لأنه رح يصير مثل ما بدك. راجيني كيف يعني بدي أكون مبسوطة وأنتي زعلانة ومقهورة؟ لك راجيني أنتي أختي. قصدي مثل أختي. سارة نحن مجرد جيران وما رح نكون أكتر من هيك صدقيني. لهيك يا ريت ما بقى تقولي لي إنه نحن أخوات أو حتى مثل الأخوات. راجيني استني. لساتها زعلانة، بس أنا متأكدة إنه كل شي رح ينحل مع الوقت. ابنك بهذا البيت. عمي انت متأكد انه جوا؟ طبعا.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.